بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بعد الحديبية بسنين كانت غزوة حنين، فوقف صلى الله عليه وسلم بعد أن كان من هوازن ما كان على بغلته البيضاء يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من أعظم القيم الأخلاقية قيمة الشجاعة، الشجاعة القلبية في رحى الحرب، والشجاعة الأدبية عند اتخاذ القرار أو الصنع أو التراجع عنه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا أعلى. إن الناس إذا حمي الوطيس وخشيوا الموت يتورون ويبحث أحدهم على أن يختفي، فهذا النبي لما وقع ما وقع وقف على بغلته يعرف من لا يعرفه به ويقول: أنا النبي لا كذب، ولم يقل أنا ابن عبد الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله، لكن أباه عبد الله لم يكن معروفا في العرب، مات صغيرا فانتسب إلى جده، وهو أبوه قطعا، انتسب إلى جده لعلمه أن العرب تعرف مآثر جده وتعرف من هو عبد المطلب وأن محمدا ابنه، أي ابن ابنه. فقال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، وأنت تعلم أن البغلة ليست من دواب الحرب، ليست خيلا ولا فرسا، فلا يمكن أن يقدم بها ولا أن يفر بها. ومع ذلك بقي ثابتا يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأخذ الناس الشجاعة من أنواره المشرقة صلوات الله وسلامه عليه، فاجتمعوا إليه. هذه الشجاعة فيه عليه الصلاة والسلام كانت وحيا من الله قذفه الله جل وعلا في قلبه من أول يوم نبئ وبعث فيه صلوات الله وسلامه عليه. وما قدمناه سابقا من قضية الحديبية من أعظم الدلائل على الشجاعة. فهو عليه الصلاة والسلام لم يجد غضاضة أن ينزع إحرامه ويعود إلى المدينة، ولم يتمكن من الطواف بالبيت لما علم أن الله جل وعلا لم يكتب له هذا. فاتخاذ القرار وصنعه وحماية القول تحتاج إلى رجل شجاع لا تؤثر فيه الدهماء، لا تؤثر فيه العامة، لا يغلبه الرأي العام، وإنما ينطلق من مبادئ وقيم ومن نصوص واضحة جلية في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وشجاعته صلى الله عليه وسلم ليست شجاعة تهور، والعرب تقول في أدبها إن الأعشى مدح أحد الملوك وهو جاهلي فقال في مدحه له: وإذا تكون كتيبة ملمومة خرساء قد كره الحماة نزالها، كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلما أبطالها. يقول: إذا جاءت كتيبة الجيش فيها الجنود فيها قد لبسوا الحديد، أنت أيها الملك تتقدم غير لابس لمة، أي غير لابس درع، بالسيف تضرب معلما أبطالها. قالوا إنه وصف هذا الملك بأنه أحمق، بأنه أحمق وأخرق، لأنه لا يقبل عاقل أن يأتي إلى كتيبة بهذه الحال ولا درع عليه، فهذا تهور لا يقبله خلق الأنبياء. ولهذا لبس صلى الله عليه وسلم يوم أحد وظاهر في درعين. كذلك الجبن والاختفاء محال أن يكون في هدي الأنبياء. فكان عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق شجاعة في رأيه، وأعظم الخلق شجاعة في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. لكن من يبدل قوله لقول أحد لا لأن الحق تبين له، أو يرضخ للأصوات إذا كثرت أو للنداءات إذا علت، لا يستحق يوما من الدهر أن يتصدر. الناس تحتاج إلى رجل شجاع يقول القول ويحميه، لكن ذلك القول يكون قولا قبل أن يقوله قد ملئ حكمة وبصيرة في أن يسير به في الناس.